بس مو السبع كاسات، بيضتين، كاسة سميد، كاسة طحين، كاسة جوز هند، كاسة زيت، وكاسة لبن، وكاسة من السميد الخشن، كله بنخلطه مع ملعقة ونص من البيكنج باودر وملعقة من الفانيلا، بخلطهم وبضيفهم في صينية مدهونة بشوية طحينية، بضيفه على فرن حرارته 180 لمدة 45 دقيقة، بس اطلع من الفرن بدي أضيف عليها كوب قطر مصنوع من كوبين من الماء وكوب من السكر وإضافة قليل من ماء الورد أو ماء الزهر. طبق حلو كثير مرتب وسهل، ممكن تسووه بالبيت بأي لحظة بدكم إياه. عندي البسبوسة بدها بيضتين، كوب سكر، كوب لبن طيبة، كوب لبن طيبة، كوب زيت نباتي، كوب سميد خشن، كوب طحين، كوب جوز هند، ملعقتين فانيلا وملعقتين من البيكنج باودر. هذه طبعا بسبوسه السبع كاسات انجاز التعبير. أه. وناس بيحكوا لها كيكه السميد، يعني لها تسميات كثيره. لكن طبعا. اول شيء الفرن بده يتسخن على حراره 180 ويجهز. بعدين بجيب صينيه او جاز زجاجي او اللي بدكم اياه وبدهنه، اهم شيء بايش؟ بالطحينيه. قبل ما ابدا اسوي العجنه، قبل ما اسوي الخلطه، بدهنه بالطحينيه مشان يكون جاهز. وانا صراحه بعد الخبره شفت انه اجمل شيء للكيك وللبسبوسه للهريسه كلها اللي هي طبعا دهن القالب بالطحينيه، بيعطيك إشي روعه. تمام. طيب جهزنا اذا القالب وعملناه بالطحينيه، والان مباشره بدي ابدا اجهز الخلطه. فبسم الله الرحمن الرحيم، واول شيء بدي اجيب بيضتين، هاي بيضة وهي كمان البيضة اخلط براحتك الثانية. انا بدي اكمل لك دهن هون اشي بسيط بس. اه والله يسعد قلبك. اكيد رح نضيف الفانيلا ورايح اضيف السكر، واخلط اول شيء البيض مع السكر والفانيلا مع بعضه حتى كلها تتجانس، والسكر عندي جانس مع يا عيني البيض. يسعد قلبك ويسعد مضياتك يا ابو سمره. كيف الدهنه يا زلمه؟ انت حشم حشم، انت حشم والله يا سمير. بعديها حبايبنا بعد ما نخلط البيض مع السكر، رايح انزل بالزيت شوي شوي، تقريبا كله كوب، كل شيء استعملناه كوب ما عدا البيض، بيضتين وملعقه من الفانيلا وملعقه وملعقتين من البيكنج باودر. تمام تمام تمام. هاي كمان كامل كمية الزيت. شوف اللبن طلع. أه. طلع. شوف الكثافة تبعته طبعا، ريحة وطعم طيب. هاي كوب كمان لبن، ايه كثير وزيادة، بس والله سلمى رائعة. شفت كيف؟ الدعسة. الدعسة سلمى ما فيش عندها سلمى يا ويلي. اذا هاي اضفنا كمان هاللبن، الان مباشرة راح مي نضيف. اسماعيل من اربد بتحييك يا ابو هون. يسعد قلبه. جوز الهند، سميد، طحين. اذا هاي بسبوسة السبع كاسات، البيكنج باودر، واحنا هيك صرنا جاهزين. فرني على 180 وبدها تقريبا 45 دقيقة داخل الفرن. الآن لما تطلع من الفرن لازم أكون محضر كوب من القطر مصنوع من كوبين من الماء وكوب من السكر، قطر خفيف، بدي أستخدم منهم بس كوب واحد حتى أطريها زيها زي الهريسة، تطلع بيكون عندي بارد القطر وبتكون البسبوسة سخنة، فبحليها شوية قطر مصنوعة من كوبين من الماء وكوب من السكر مباشرة. لا بده تكون البسبوسة سخنة والقطر يكون بارد. هاي عندي هون صارت جاهزة، بدخلها على الفرن مباشرة 180 نصف ساعة. لما تطلع من الفرن بكون محضر كوب قطر مصنوع من كوبين من الماء وكوب من القطر مع إضافة قليل من ماء الورد. تمام. هذه هي الوصفة. ممكن أجيب البسبوسة؟ تفضل ترجاك. جيبها وشوفوا
كيف تطلع ورايح. اعطي لكم هسه قطعه لاخوي ابو طه ياكل منها ان شاء الله. باكل بعد الحلقه. طيب ماشي هسه بصير شو اسمه هذا مالك تفكروا يعني. هاي هي شوف هاي حبايبنا طبعا بس تطلع وتبرد واشربها بالقطر بقطعها. بس اذا حاب تورجينا قطعه يعني انا جاهز والله. يعني نشوف قطعه كيف بتكون هيك. حاضر حاضر. سمكتها كيف بتكون امورها مش غلط. حاضر. ها شوفوا شوفوا محلاها وما ارتبها. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع حبايبنا شوفوا كيف تمام. لوز اللي بدك اياه ابو سمره كثير طيبه. طبعا في ناس بشربوها زياده بالقطر. القرار قراركم.